ما الذي حدث في الساعات القليلة الأخيرة؟ صدمة قوية جدا 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 لفريق مانشستر يونايتد. الساحر المغربي ملكا لأسبانيا. رسميا برشلونة تعلن التعاقد مع حكيم زياش، وعودة ميسي تقترب بقوة. يا سادة يا كرام، حكيم زياش ملكا لبرشلونة، المغربي ملكا للكامب نو. صفقة القرن للمغاربة تمت رسميا يا سادة يا كرام. تفاصيل حصرية في قناتكم زياش اند حكيمي لافرز. اليوم 180 درجة تغيرت الأمور. زياش بعدما أصبح قريبا جدا 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 من التوقيع لفريق مانشستر يونايتد، تلقى النجم المغربي اليوم اتصالا من تشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة لإقناع النجم المغربي بالقدوم إلى فريق البولوجرانا. وبالفعل نجح تشافي في إقناع أسطورة الكرة المغربية حكيم زياش من ارتداء قميص فريق برشلونة في الموسم الحالي. الصفقة تقدر ب 100 مليون يورو ستدفعها إدارة برشلونة لإدارة تشيلسي. مدة العقد 3 سنوات حتى 2025. أيضا خوان لابورتا رئيس فريق برشلونة سافر إلى باريس اليوم من أجل حسم صفقة ميسي وعودته مرة أخرى إلى الفريق. ميسي على الشمال، زياش على اليمين، ليفاندوفسكي رأس حربة، برشلونة هجوم ناري عظيم. تختم علم كرة القدم.